جيلنا نحن يعني في وقت لما كنا صغار ما كان متوفر إلا التعليم البسيط، هو مش تعليم ديني، هو تعليم الكتاتيب، القراءة والكتابة، يعني تعليم بدائي القراءة والكتابة. في وقتنا نحن كنا نريد نتعلم لكن ما في مكان، ما كان في مكان يعني للتعليم إلا في ذاك الوقت في بداية رغبتنا للتعليم. الجيل نحن حصلنا على فترة أول ما خرجنا مثلي أنا مثلا للعمل 5 سنوات عمل وبعدين تعليم، بعدين صار في تعليم. الكويت فيها الوقت بدأت الكويت تنشي مجلس وهيئة لمساعدة الدول أو الإمارات، وسمتها يعني لنا نحن للإمارات وللجنوب اليمن. هذه الهيئة كانت تهتم بالتعليم، إنشاء المدارس، وكانت تهتم بالصحة، إنشاء المستشفيات، وكانت تهتم بالتنمية